معانا دلوقتي الأستاذ رشاد عبده، الحقيقة دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي. يعني بنشكر حضرتك وجودك معانا، أهلا بيك دكتور رشاد. برحب بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. طيب احنا واضح انه دلوقتي خلاص بقت في مصارحه و يعني وشفافيه. احنا عندنا في مصر ازمه اقتصاديه، هذه الازمه يعني لها ابعاد مختلفه في اتجاهات مختلفه، فالى اي مدى حضرتك شايف انه ممكن قرض صندوق النقد هيكون من الحلول، وايه تاني المطلوب بالنسبه لحلول هذه الازمه الاقتصاديه؟ دعيني بس في البداية أختلف مع حضرتك قليلا. اتفضل. مصر فيها أزمة اقتصادية؟ لا، مصر فيها أزمة نقد أجنبي، وشتان ما بين الاثنين. لأن تمام. لما بتكلم عن السياسة الاقتصادية أو بتكلم عن الاقتصاد بشكل عام، فأنا عندي السياسات الاقتصادية والسياسات المالية والسياسات النقدية. تمام. لما أجي أقول مصر عندها مشكلة اقتصاد أقول لك لا. ليه؟ لأن مصر خصصت 400 مليار علشان الكهرباء ما تقطعش على البيوت والمصانع هذا الصيف. فالدوله اللي بترصد 400 مليار عشان الكهرباء، لا مش فقيره. الدوله اللي بتعمل 6000 كيلو متر طرق، مش فقيره. الدوله اللي بتخصص 200 مليار للشباب عشان يعملوا مشروعات صغيره متوسطه، مش فقيره. الدوله اللي بتبني في وقت واحد 7 مدن جديده، مش فقيره. الدوله اللي بتعمل اسكان شعبي مليون وحده جديده، مش فقيره. الدوله اللي بتعمل عاصمه جديده بتكلفها مليارات، مش فقيره. الدوله اللي بتستزرع 1.5 مليون فدان جديد، مش فقيره. الدوله هفضل اقول كده كتير. اذا تم ده بيقول ما عنديش مشكله اقتصاديه بالدرجه الاولى، لكن عندي مشكله في النقد الاجنبي. النقد الاجنبي احتياط النقد بتاع مصر منخفض حبتين بعد ما سددت الشهر اللي فات لنادي باريس 772 مليون دولار، وسددت سندات كانت عليها الخطر بمليار دولار، فانخفض الاحتياط بتاعها ب 2 مليار. ده جزء. عشان كده بقى عندها حوالي 15.5 مليار ده الاحتياطي، في ظل ظروف ايه؟ انه المعروض من النقد الاجنبي بيتناقص. السياحه علشان اسقاط الطائره الروسيه والموقف البريطاني اللي بيتاخد من السياحه وما الى ذلك. يعني مع الازمات دي حضرتك برضو مش بتعتبرها ان هي يعني طالما ان في مصروفات بتصرف على بعض المشاريع يبقى ده لا يعني ان ازمه اقتصاديه، يعني كل الازمه حضرتك عايز هي ازمه في النقد الاجنبي. النقد انا مش الاجنبي. بحدد ازمه في في النقد النقد الاجنبي دي، الاجنبي فقط. لاني اقول لك دي طب ما دي لان السياسات بيعتمد عليها الاقتصاديه برضو بشكل عام حاجات وزاره تانية. الاستثمار. يعني دكتور رشاد، الأزمة النقد الأجنبي يعني أنا دلوقتي عندنا، أنا سامعة أن في معاناة برضو لبعض الأدوية الغير متوفرة، ارتفاع بعض يعني بقى الأسعار. عندك شخص اجنبي تستوردي، ما طيب هي دي القضيه. فيعني حضرتك بس ما عايز هي القضيه، القضيه التوصيف في النقد يعني ان الاجنبي. احنا عندنا مشاكل، لكن كل المشاكل اللي موجودة نحطها تحت موضوع أزمة النقد، بنك توافر السياسات النقد. النقديه اللي تمام مرتبطه بالبنك المركزي تمام كده بالظبط. اوكي. زي ما قلت لك السياحه بتتراجع، التصدير بيتراجع، بالظبط ايراداتهم يعني تحويلاتهم من المصريين في الخارج بتتراجع، في ظل ان الناس عايزه بتزيد السكان وبيزيد الاستيراد، لان احنا دوله للاسف نسبه كبيره جدا من اكلنا وشربنا ومكاننا وعادتنا وعاداتنا بنجيبها من الخارج، فده كله بيخلي الاستيراد عمليه كبيره. فاي دوله فيها الطلب على اي سلعه ايا كان اسمها اعلى كثيرا من المعروض لابد يبقى فيها ازمه ولابد يبقى فيها سوق سوداء. وللاسف محافظ البنك المركزي لانه مش سياسي عمق الازمه، لان كل مناسبه بيجي يقول خطبه عصماء يقول فيها احنا لازم نخفض قيمه الجنيه لان المقاوم باعلى من قيمته قدام الدولار ولازم الدولار يزيد، فده بيخلي الناس تضارب على العمله الاجنبيه، بتشتري وتخزن عمله اجنبيه عشان لما ترتفع يستفيدوا الفرق، فده خلق ازمات في العمله الاجنبيه. وبالتالي كل الازمات المرتبطه بيها هتلاقي مرتبطه بالنقد الاجنبي، عشان كده بتقولي في عجز في بعض السلع او الادويه او لان البنك المركزي مش قادر يلبي كل احتياجات التجار، ومن ثم بيلجاوا للسوق السوداء، وعشان كده بقى في سوق سوداء، وده ادى الى ارتفاع الاسعار كثيرا. لان لو انا النهارده بستورد بسعر البنك المركزي الرسمي اللي اللي هو هو 8 جنيه 88، و80 غير ما بستورد ب 13 او ب 12 و80 قرش. طيب دلوقتي جه من ضمن الحلول اللي تم عرضها واللي بالفعل بدأ تنفيذها هو غلق بعض المكاتب الصرافة شركات الصرف أو شركات الصرافة، فبدأ بالضبط. بدأت ردود فعل غاضبة إنه مش هو ده الحل. فهل طبعا حضرتك مش ده الحل. طيب إيه بقى ليه، إيه عيوب غلق شركات الصرافة؟ طيب
حضرتك اولا من حيث المبدا، انا لو النهارده اغلقت شركات الصرافه هل مشكله وازمه الدولارات هتتحل؟ لا مش هتتحل. ما والدولار اللي عندهم ده هيروح للسوق السوداء، ما انت الشركه اللي انت اغلقتها دي الدولار اللي فيها مش هيرجع البنك المركزي، الدولار هم هيبتدوا يلاقوا له مصادر تانية، لانك انت برافو عليكي. يعني ده بتاعهم هرجع تاني لازم اقول في سيد اتكلم. اتفضل. في فرق كبير بين المرض والعرض. المرض معروف انما الاعراض بتتشابه، يعني ممكن الراجل اللي عنده القلب على سبيل المثال ممكن يكون بيكح كتير، فلو اديتي له دواء كحه القلب مش هيخف، تمام، انت عالجتي عرض مش شكلي المرض ظاهري، انما المرض نفسه فين؟ المرض نفسه في الخلل في العلاقه اللي بين العرض والطلب في الدولار او العمله الاجنبيه. فطول ما في فجوه بين العرض والطلب وطول ما الطلب اعلى كثيرا من المعروض هتحصل ازمات ويحصل سوق سوداء. فانت سبت القضيه دي كلها وجيت قلت نديله دواء للكحه، قلت نقفل الشركات، فدي عشان كده مش نقطه. دي نمره واحد. نمره اثنين، هو مش برضه العالم كله بدءا من امريكا انجلترا فرنسا المانيا الدول العربيه السعوديه الامارات الكويت البحرين عندهم شركات صرافه؟ اه كله عنده. طيب ليه ما عندهمش المشكله بتاعتي وليه محافظ البنك المركزي بتاعهم ما كانش شاطر وقفل الشركات ديت؟ لان في معايير، مش المعيار انه اما تبقى عندي ازمه اقفل. يعني المفهوم ايه؟ لو انا النهارده عضو في البرلمان بتاعي كان راجل واصل جدا وابنه نجح في الثانويه جاب له عربيه، وعشان هو واصل جاب له الرخصه لغايه البيت، ما بيعرفش يسوق. لو طلع بالعربيه وداس واحد، هل البرلمان يجتمع ونلغي سير السيارات في الشوارع ولا احط ضوابط ان ممنوع حد يسوق الا اذا كان معاه رخصه ورخصه صالحه والضوابط؟ هو ده الاساس. انت لما تيجي تقتلي الشركات دي ما تعمليش حاجه. ثالثا، ما دام الموقف كده هاجي ارجع تاني واقول من جديد، لو قفلت الشركات دي هيحصل ايه اللي حضرتك بتقوليه؟ بالظبط، هيروح ال إيه؟ ان سعر الدولار هتزيد. ليه؟ طبعا. لانه في حاجه اسمها فرق المخاطره. انا النهارده محتاج عندي مصنع مستلزمات انتاج، رحت للبنك قلت له اديني دولارات عشان اجيب مستلزمات انتاجي من بره وخاماتي من بره. قلت لي ما عنديش، هروح لمين؟ هروح للسوق السوداء، لانه مش من منطق المصنع يقف وكمان بصرف مرتبات العاملين ما اقدرش امشيهم، فبضطر الجا الى السوق السوداء. طب لو قفلت لي الشركات هطلع للراجل الحاج حسن صاحب الشركه اللي عنده كشك كده على الجنب اقول له انا محتاج دولارات، هيقول لي قابلني في المغاره اللي ورا، بس عشان بقيت انا معرض لمخاطره وممكن اتسجن وممكن اقادر ادفع فرق زياده شويه، فالسعر هيزيد مش يعني هيزود الازمه. يبقى اذا احنا هنزود الازمه ومش هنحلها. طب لكن الحل ايه يعني قبل كده؟ ده كله والاهم من ده كله، طب تعالي نشوف قانون البنك المركزي بيقول ايه وقانون شركات الصرافه بيقول ايه. الاثنين بيقولوا انه يحق للبنك المركزي اغلاق اي شركه بتخالف النظام وبتخالف القواعد وبتخالف، بدليل ان البنك المركزي الاسبوع اللي مضى قفل 10 شركات. اذا ما دام انت كبنك مركزي من سلطاتك انك تقتل الشركات المخالفه، مقدم ليه اقتراح بالقانون مشروع بقانون بالبرلمان عشان يقتل الشركات؟ يعني لا معلش دكتور رشاد، يعني الاقتراح ده من البنك المركزي ولا ده اقتراح من البرلمان؟ ايوه تعديلات البنك المركزي. ايوه اللي مطروح انه ده اقتراح، يعني الخبر اللي عندي هو بيقول انه اقتراح من دكتور علي عبد العال من البرلمان، فلا قال له اقتراح ده. علي عبد المعال، علي عبد المعال بعد اذنك رئيس البرلمان وهو قاعد على المنصه فوق بيقول ايوه لازم الناس دي تتحاسب، لازم ده حتى لو وصل للاعدام اعدموهم، دول سرطان في مرض في جسد الاقتصاد المصري. يعني ده اللي مطروح الحقيقه. انا اسفه انه للاسف انه الخبر ده موجود عندي كده، ان هو الاقتراح اقتراح الدكتور علي عبد العال، فلا حضرتك دلوقتي بتتكلم انه ده اقتراح من البنك المركزي. ده تعديل بالظبط، ده تعديل البنك المركزي طالب تعديل قانون البنوك وحاله للبرلمان، والبرلمان بيصد عليه. عشان كده رئيس البرلمان بيقول ايوه انا موافق على الكلام اللي جايبه دوت، نقفل الشركات ده، احنا حتى لو نقدر نحاسبهم ونقدر نعدم اصحاب الشركات المخالفه دي نعدمهم. هو الراجل كان بيقول بتجاوز، بدليل انه بعد كده قال انا ما قلتش الكلام دوت، ده انا كنت اقصد انه دول ناس مخالفين ولازم يتحاسبوا. في كل الاحوال انت النهارده ما دام عندك صلاحيه انك تقفل الشركات، ليه عايز البرلمان يقفل الشركات؟ ثالثا، هو النهارده مش اللي بيتخالف هو المخالف؟ ايوه. طب الراجل الكويس اخلفه اقفله انت عايز تقفل كل الشركات؟
فمش منطق هات كل الشركات، غريب فين هذا الشركات اللي المنطق بتخاف؟ جدا الحقيقة. أنا متفاجئة إنه يكون ده تصور من البنك المركزي إنه المشكلة هتتحل بإغلاق كل شركات الصرافة كده. انا بتصور هو بيسوف الوقت، لانه قبلها بيوم مباشره محافظ البنك المركزي بعت مذكره للبرلمان بيقول فيها ايه؟ بيقول انا راجل كويس قوي وشغال كويس قوي، ضخيت 45 مليار وعملت اللي عليا، انما الحكومه اللي هو ضعيفه، العطاء. الحكومه هي السبب، اللجنه المجموعه الوزاريه الاقتصاديه ضعيفه جدا. مع مراعاه بقى مين اللي مرشح المجموعه الاقتصاديه؟ هتفاجئي، محافظ البنك المركزي هو اللي مرشح وزير الاستثمار، ومرشح وزير الماليه، ومرشح وزير قطاع الاعمال العامه، هو اللي مرشحهم. فانت مرشح الناس وانت عارف انهم وحشين قوي، مرشحتهم ليه؟ لما انت عارف كده. فده بيقول انه الراجل عايز يقول انا كويس، مش مهم اي حد يبقى وحش ايا كان، المهم انا ابقى كويس واقعد على الكرسي. دي مشكله، دي طب مشكله فعلا خلينا في العالم نقول الثالث. الحلول يا دكتور رشاد. يعني احنا برضو انا متعجبة طبعا، واعتقد ان الامر ده يجب ان يؤخذ فيه قرارات، يكون فيه يعني حاجة حيال هذه الامور، يعني اللي بتؤخذ في اتجاهات مختلفة زي ما حضرتك قلت ان في نوع من انواع كده ايه، انه تطويل الوقت في الامر او يعني. بالظبط. طيب انما خدي بالك من حاجه برضو، اتفضل. قانون البنك المركزي على مستوى العالم كله مش على مستوى دوله، في كل العالم بيقول لابد اديله استقلاليته واديله اهميته. علشان كده دايما رئيس الجمهوريه بيعين محافظ البنك المركزي، لكن لا يملك عزله حتى رئيس الجمهوريه، حتى رئيس الجمهوريه ليه؟ عشان يبقى فيه ضمان عنده استقلاليه كامله، وما يبقاش حد يفرض عليه اي سياسات ولا اي ضغوط. فده بشكل عام. لكن في المعتاد في العالم الثالث بيحصل ايه؟ لما بيلاقوا ان المحافظ ده بيخرف قوي، عاده هو بيروح يقدم استقاله، لانه بيقول انا مش قادر ادير الامور. لكن لما يكون حد بقى عبده مشتاق وما صدق وصل الى موقع ما، ويجي تقول له استقيل، لا مش هستقيل، القانون معايا والدستور طب معايا، وحتى هل ما احنا استقيلش. النهارده بنقول طيب يعني ايه تاني؟ يعني واضح طبعا ان احنا الوضع ان هو باقي ومش بنتكلم في الاستقاله، لكن كمحافظ بنك مركزي، لكن بالتاكيد في حلول، وانا عارفه ان حضرتك واقتصاديين وناس كتيره طرحوا حلول على الدوله وبعتوا افكار، ليه بقى الدوله لا تاخذ بها؟ شوفي انت عندك دايما مشكلتك في المدى القصير، يعني مصر بعد 3 سنين ما عندهاش مشكله في النقد الاجنبي. ليه؟ الاكتشافات بتاعت حقل ايني بتاعت الشركه الايطاليه هيخليني ابطل الغاز. استورد غاز وسولار ومازوت والكلام ده، ده هيوفر لي حوالي من 6 ل 8 مليار دولار سنويا. فده جزء. سنة برضه احنا هنبتدي بعد 3 سنين مشروعات نحو قناه السويس، والشركات اللي هتيجي يبتدي تشتغل تدر على الربح حوالين المحور كمان. هتبتدي تدفع ضرائب و فمصر هيجي لها ايرادات. مصر سنه 23 ايراداتها من محور قناه السويس، شركات اللي بتشتغل ضرائب و هتصل ل 80 مليار دولار. فانا ما عنديش مشكله طب في ما المدى انا في الثلاث سنين المتوسط دول بقى والطويل. هنعمل ايه، او في الكام سنة؟ احنا بنتكلم من هو ده السؤال. 2016 المشكله ل 23. بالظبط، لازم اقول الاتي، لازم لما تروح الدكتور يعالجك لازم اقول له انا مشكلتي ايه بالظبط، والعلاج يبقى محدد قوي. فاحنا لازم نعرف المشكله والتوصيف والعلاج. انا مشكلتي بالدرجه الاولى ايه؟ النقد خلل الأجنبي. بين العرض والطلب في المعروض من الدولار والطلب عليه. يبقى لابد بالتالي اعمل حاجه مهمه جدا، هزود المعروض بتاعي ونقص الطلب بتاعي. ده لازم وبشكل فوري حتى لو فيها قرارات حاسمه. واحنا مشكلتنا بقت في مصر ان الناس ما بتثقش كتير في الحكومه وفي الاجهزه المعنيه، انما بتثق في شخص الرئيس. فعشان كده لما رئيس السنه اللي فاتت جه وقال هنلغي دعم الطاقه عن مصر على مدى 5 سنين بشكل متدرج، الناس قبلت بذلك. ليه؟ لانها جت من رئيس، لو كانت الحكومه اللي اعلنت كانت قامت ثوره. وبالتالي للاسف دي جزء مهم جدا، بس مهم قوي ان الرئيس يختار رجالته صح، لان الناس ما بقاش عندها مصداقيه عاليه تجاه الحكومه وتجاه الاجهزه ديت. علشان كده اذا كان الناس دي مش قادره تقنع الجماهير، اتصور ان وقت التغيير بقيادات حقيقيه. ده جزء عشان يدي ثقه ومصداقيه عند الناس، لكن علشان ازود المعروض بشكل سريع ده بيبقى صعب قوي الا اذا كان من خلال الاقتراض. ومن ثم عشان كده مصر رجعت الى فكره ان الصندوق هو ده دوت، لجأت الى انها تطرح حوالي 2 مليار السنه دي سندات دوليه وديون دوليه على مستوى العالم. اتفقت فعلا مع البنك الدولي انها تاخد 3 مليار على 3 سنين في 3 شرائح، كل شريحه سنه، كل سنه تاخد مليار. فانت بداتي، انا بتصور في حل عملي اكتر من دول كلهم، اللي هو ان الرئيس يبعت مجموعه او وفود او وفد محترم بيعرف يتكلم، بيعرف يفاوض،
بيقنع الدول الخارجيه بانه من مصلحتكم انكم تحطوا عندي ودائع سريعه لمده 3 أو 5 سنين، من مصلحتكم تحطوا عندي استثمارات كثيفه. ليه؟ لان التجربه اثبتت ان انا افضل للدول دي في مجال الاستثمار والودائع. شفنا في امريكا عندكم ان الكونجرس اعلن انه ايوه للسعوديه كانت احد اسباب ان تشجيعه للجماعات الارهابيه والسلفيين والكلام ده كله الوهابيين ان جم وفجروا برجي مركز التجاره العالميه، وبالتالي كان في مشروع قانون لا نجمد فلوس السعوديين علشان نخلي الافراد الامريكان اللي اديروا من هذه الاحداث يرفعوا قضايا في القضاء الامريكي ونعوضهم من فلوس السعوديين، وبالتالي انا اكثر امانا من امريكا للسعوديين. لما اجي اشوف النهارده بريطانيا وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والكلام ده كله، شوفي الدولار، شوفي الجنيه السريني انخفض قد ايه؟ حوالي 22%، وبالتالي الاستثمارات بتاعت الدول دي بالمليارات انخفض قد ايه؟ ب 22%. انا مش هنخفض عندي 22%، وانا دوله بكر تسمح بكل الاستثمارات في كل القطاعات وفي كل المجالات، ومن ثم انا افضل من الناس دول. وبالتالي لو وفد محترم بيقنع الناس دول انت بتحط فلوسك في امريكا او في انجلترا او غيرها، انت هتحط عندي نفس المده بنفس الشروط بنفس الفوائد بنفس الضمانات. ده اتجاه كويس، لكن برضو يعني انا برضو عشان عايز اعرف، يعني انه كان في برضو بيتقال ان كان في حمله ضد موضوع قرض النقد الدولي ومش عارف ايه والاخوان وحمله على الفيسبوك، واكتشفنا ان احنا مؤامرات بتحاك و الدوحة تحرض الإخوان على كتابة 1,000,000 رسالة. سيبنا من كل ده، يعني ده طبعا أنا يعني حتى لو كان ده صحيح وأن قطر بتشن هذه الحملة والكلام ده كله، إلى أي مدى وإمتى هتخلص المناقشات دي؟ وفين الصراحة في العرض بالنسبة لأنه اتقال إن يعني حضرتك يعني اتقال إن إحنا هيسرحوا 2,000,000 مش عارف موظف، وبعدين يرجعوا ينفوا، وبعدين مش عارف مين يقول إيه. فالوضع إيه يا دكتور؟ والكلام متناقض وتصريحات متناقضة ودليل بالبلة. ده مهم جدا. مصر لما قالت هتروح لصندوق النادي الدولي، بيني وبينك اما سئلت في اكثر من برنامج تلفزيوني وفي جرايد مختلفه، قلت مصر رايحه بنظام مجبر اخاك لا وطن، انا مش سعيد ان انا رايح للصندوق. بس ده الحل اللي قدامنا. لما يطلع وزير، نعم؟ الحل اللي قدام مصر دلوقتي يعني ما قدامناش حلول تاني. ولما يطلع وزير يقول ان الصندوق لم يفرض علينا اي شروط، اقول له انت وزير كذاب، لانه لازم الصندوق الفلوس اللي عنده مش فلوسه، دي فلوس حصص واشتراكات دول، فلابد يضمن ان الفلوس الدواره اللي عنده اللي بيديها الدوله تسدد عشان يديها الثانيه تسدد بيها الثالثه. لو كل دوله خدت وما سددتش مش هيقدر يقوم بدوره. مش هيدي فلوس غير لما يضمن الفلوس دي هترجعها له ازاي وانت هتمشي ازاي. فعشان يضمن لازم يحط شروط. فما تطلع تقول لي ما فيش شروط اقول لك لا، انت بتضحك على الشعب المصري. قلت الكلام ده بصراحه ووضوح وحددت اسامي. وحتى لما الشعب المصري لازم يكون في درجه انت النهارده وقعتني كتير. هقول لحضرتك معلشان بس علشان انا وقتي انا الحلقه قربت تخلص، فعايز اخد من حضرتك المفيد ده اللي مخليني بحاول اوجه الدنيا. كان مش هكمل ولا جمله عشان الوقت اللي مزنوق. طيب القضيه ايه؟ القضيه ان في شروط؟ طبعا في شروط. وعشان رئيس الجمهوريه لما قعد مع المجموعه الاقتصاديه ومحافظ بنك المركزي قال لهم ايه؟ قال لهم المفاوض اللي يروح لازم يبقى قوي وشرس، علشان لو رايح ضعيف ومنهزم هيسمح للصندوق يضغط عليه جدا ويفرض شروط قاسيه جدا هتعمل معاناه اجتماعيه لكثير من طبقات الشعب المصري بالذات الفقراء ومحدود الدخل. علشان كده انا قلت له مش مطلوب يروح مفاوض منهزم قبل ما يروح، لازم يكون مفاوض قوي وشرس وفاهم ومرن. خاصه انا بتكلم باسم مصر، فده مهم قوي. مصر كبيره قوي وعملاقه قوي، حتى بتعاني من مشاكل لان مصر كبيره. ومن ثم لابد يبقى المفاوض بيراعي الكلام ده، والاهم من دي يبقى في شفافيه واصلاح بعد ما تخلص المحادثات اللي هتخلص خلال الاسبوع الجاي. لازم يعلن على الشعب المصري احنا وصلنا الى 1، 2، 3، 4. ليه؟ لان كل الكلام ده هينعكس على المواطن المصري فهو شريك في القرار. ثالثا لما الكلام ده لازم يروح يتصدى عليه في البرلمان، هيروح وانا طالبت لان جلسات البرلمان ما تتذاعش على الهواء، طالبت البرلمان انه لابد يعلن على الهواء الجلسات ديت علشان يبقى فرصه اعرف القيود ايه، اعرف الشروط ايه، وفي نفس الوقت اقدر اقيم عضو البرلمان بتاعي اللي دخل البرلمان، هل هو ده بيخش ينام جوه ولا لا، ولا بيناقش ولا عنده حوار ولا عنده فكره ما عندوش. فدي مساله مهمه جدا. عشان كده بقول لك الاسبوع الجاي كل الكلام ده باذن الله بالظبط يعني انا هتتبلور الصوره وتظهر المساله. عايزين كده يعني نلخص الامر ان كل اللي بيتقال ده مش هنصدقه.
اجتهادات وتسريبات بس وكلام خايب، خلاص. وما اكثر اللي بيدعوا المعرفه، لان مباحثات الصندوق في غرفه مغلقه والطرفين ما سربوش اي حاجه واتفقوا ان مش هنسرب اي حاجه الا ما تنتهي المباحثات. فكل اللي بيطلع ده واحد كده بيحب يتفلسف حبتين، يقول انا تمام. فاهم انا قريب من القرار، فبيطلع بقى ان الصندوق عايز يعوم، ثاني يوم يقول لك لا ده الصندوق عايز يخفض العمله، ثالث يوم يقول لك ده مش عارف ايه. فكل دي تسريبات غير حقيقيه. ومن ثم دايما كنت بقول حاجه جميله جدا، لو في فريقين كره بيلعبوا وانت دخلت في نص اللي بين الشوطين، الموقف ايه بين الاهلي والزمالك؟ ده الاهلي كسبان 2-0، ده ما بيساويش انك تنشري خبر في الجرنان الاهلي كسب 2-0، لان ممكن في الشوط الثاني يجد جديد والزمالك يجيب 3 اجوان. عشان كده ما صحيح، ينفعش نعلق على مباحثات ما زالت مستمره، ما زال ولم النقاش تنتهي شغال، بعد. ما زال الحوار مستمر. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومعذره يعني عشان بس ان كنت عايزه اخد الكلام انا عارف المفيد. وقتك مهم جدا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا وجود حضرتك اهلا معانا، بيك. والاقتراح ايضا بالنسبه لموضوع الودائع من الدول الخليج او الدول العربيه، وايضا ان احنا ننتظر ونتروى بالنسبه لكل اللي بيتقال في موضوع المناقشات حول كارد صندوق النقد الدولي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي. طيب